أحبائي طلاب الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله عز وجل دي أول محاضرة في منهج هذا العام. منهج هذا العام قائم على النظم الحديثة اللي هي نواتج التعلم، مخرجات التعليم اللي قائمة على الفهم واللي قائمة على الاستنتاج. فاز فعل ماضي صانع المعروف. مشكلة كبيرة والله ما تنساه. في قاعدة بتقول بقى تحذف النون للإضافة. إن أخاك اسم ناصب بالألف والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، لأن أي حاجة بتتصل بالأسماء الخمسة مضاف إليه. ذو مش ذو، خبر إن مرفوع بالواو، هم مضاف إليه. ده المشكلة بأمانة، ده المشكلة. أنا بقى اخترعت له اسم هدف من تبسيط المعلومة، أنا بسميه تشبيه مقلوب، ده تجاوز من عشان بس أقربها للطالب. الشاعر العربي بتاعنا مات، مات إمتى؟ مات في زمن المماليك والعثمانيين، لأن الشعر العربي والحركة الأدبية انهارت في مصر. البعث، دفع الروح من جديد، ده معنى كلمة بعث، بدفع الروح من جديد في هذا الجسد الهامد حتى يعود قويا كما كان. مش ربنا سبحانه وتعالى مسمي يوم القيامة يوم البعث؟ بيبعث الجثة الهامدة، أو الشعر كان جثة هامدة. ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بشاعر اسمه محمود سامي البارودي، شاعر قوي نهض بالشعر، دفع فيه الروح من جديد، جدد في الأفكار والموضوعات والموسيقى والعاطفة. إيه معنى كلمة جيل التطوير؟ هؤلاء هم تلامذة البارودي، دول حملوا اللواء وجددوا وأبدعوا في الشعر زي شوقي، حافظ وغيرهم الكثير.